بقى الفكره بقى المفروض الستات تعمل ايه في كاس العالم؟ تعمل ايه؟ تحضر الاكل عشان احنا نقعد نتفرج كلنا. ما تقربش من قدام التلفزيون أساساً. يعني ما حدش يعدي. ايوه فكره الاسئله اللي هي يعني مين ده او مثلا بيلعب مع مين او ليفربول بتاع محمد صلاح ليه ما بيلعبش في كاس العالم مثلا يعني ف الله يخليك في المطبخ احسن مثلا عشان تعرفوا ميستي بقى ان انا هقعد وانا لا انت بيت كرويه لا لا انت كرويه انا هقعد اتفرج معاكوا اصلا ناس كتير قوي هتبعت مراتاتها يعني مش كده بيت ابوها بقى.